سعودي وميليشيات الحوثيين؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا اختي، مسي عليك وعلى الساده المشاهدين. طبعا كما انتم تابعتوا في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجيه السعودي والامريكي، انه حددت الهدنه اعتبارا من الساعه 11 من مساء الغد ان شاء الله. نحن طبعا نؤكد انه الحكم على الافعال وليس على الاقوال. نعم، وبالتالي ننتظر الاستجابة تحقق الحد الأدنى من المسؤولية لدى هذه الميليشيات تجاه الشعب اليمني، وأن يتعاون هذه الميليشيات مع المجتمع الدولي لتقديم العون والإغاثة للمواطن اليمني. نعم، إذن يعني إذا لم تلتزم القوات أو ميليشيات الحوثيين بتطبيق هذه الهدنة سيستمر القصف. هذا طبعا ما ذكر في الإعلان، كان واضح أنه أي خرق للهدنة سوف يلغيها، وبالتالي لذلك أنا أقول يجب أن تتحلى هذه الميليشيات وأعوانهم بالحد الأدنى من المسؤولية، وأن يتعاونوا بإيجابية مع هذا الموضوع بالسماح للهيئات الإغاثية بالتواجد وتقديم الغوث والإعانة للمواطن اليمني. نعم سيد عسيري، يعني ماذا عن التعزيزات من الجيش السعودي في منطقة الحدود خاصة؟ أولا لم يتحدث أحد عن تعزيزات، ما يحصل الآن هو عبارة عن عملية انتشار وإعادة انتشار القوات داخل المنطقة الجنوبية. القوات اللي متواجدة في المنطقة ولله الحمد كافية وقادرة على ردع أي اعتداء. اللي يتم هو معروف في العرف العسكري هو عبارة عن تبديل للوحدات وتحريكها بين القطاعات وإعادة انتشارها، وهذا إجراء طبيعي يتم في كل الجيوش. سيادة العميد، هل من رؤيتك للعمليات العسكرية أصبحت هناك حالة أو ضرورة للتدخل البري في اليمن؟ والله يا اختي، انا منذ بدء العمليات وانا اكرر نفس الموضوع، انه جميع الخيارات متاحه ومطروحه، العمل البري، العمل القوات الخاصه البحريه، جميع العمليات متاحه. نحن في عمل عسكري، العمل العسكري يتكون من عده مجالات، متى ما اصبح هناك حاجه لعمل عسكري بري على نطاق واسع سوف يتم. نحن العمل الذي نقوم به يوميا على الحدود من عمليات دحر عمليات الاختراقات ومحاولة التسلل والاستهداف المساكن في المدن السعودية بالقذائف والصواريخ، هذا عبارة عن عمل بري، والرد اللي تقوم به القوات البرية من خلال مدفعية الميدان وطائرات التلاباتشي هذا عمل بري، ولكن نتكلم عن توغل داخل الأراضي اليمنية. لا يوجد الآن أي عملية داخل الأراضي اليمنية على المستوى البري، ولكن لو أصبح هناك احتياج سوف ينفذ إن شاء الله. طيب سيد عسير، يعني مع معرفتك بمدى الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثيين وما تقوم بها قوات التحالف من ضربات، هل تتوقع يعني قرب انتهاء هذه العملية أم أن قراءة المدى الزمني بها أمر من الصعوبة؟ والله يا أختي، نهاية العمليات كان يمكن ينتهي منذ صدور القرار الأممي 2216. لو هذه الميليشيات تعاطت مع القرار بإيجابية ومسؤولية كان العملية سبق ولانتهت، ولكن للأسف هذه الميليشيات لا تعرف إلا العمل العسكري، ليس لديها برنامج سياسي، ليس لديها رؤية سياسية، وبالتالي العمليات سوف تستمر ما دام هناك حاجة لهذه العمليات. ذكرنا في الأيام الماضية أن المعادلة اختلفت، لأنه في البداية دور التحالف كان دعم للشرعية الحكومة اليمنية ومواكبة العمل السياسي في اليمن. الآن وأصبحت الجبهة مفتوحة مع المدن والمساكن والمواطنين السعوديين، الآن الوضع اختلف، يجب أن تعي هذه الميليشيات أنه لن يسمح لها أن تستهدف المواطنين السعوديين دون أن تجد الرد الشافي والكافي، وبالتالي نحن نقول إذا أرادوا أن العمليات أن تتوقف عليهم أن يلتزموا بالقرار الأممي وأن يوقف عملياتهم القتالية ويطبقوا قرار المتحدة وعندها تكون العملية انتهت. نعم، إذن يعني العمليات العسكرية مستمرة إلى جانب العملية السياسية إذا ما وجدت استجابة من جانب الحوثيين. طبعا، وأعتقد أنه أي إنسان لديه حد أدنى من المسؤولية يجب أن يتعاطى بإيجابية،
لأنه لا قائل من هذا العمل العبثي الذي يقتل المواطن كل يوم ولن تحقق لهم مبتغاهم. سبق وأن ذكرنا لن تعود الأوضاع كما كانت قبل عاصفة الحزم، فعليهم أن يعوا ذلك وأن يعرفوا أن الأمور تغيرت على الأرض ويجب أن يتعاطوا مع هذا المعطى. المشكلة أنه ليس لديهم برنامج سياسي ولا رؤية سياسية واضحة ولا يعرفوا إلا العمل العسكري، وبالتالي يجب أن يتعاملوا بنفس النوع من المنهجية التي ينتهجونها، حتى يجدوا من قبل حلفائهم ومن هم يدعمونهم النصيحة المناسبة بأن يكفوا عن العمل الذي يقوم به ضد المواطن اليمني ويتعاطوا بإيجابية مع الفرص التي تمنح لهم من المجتمع الدولي. نعم، إذن كما ذكرت لن تعود الأوضاع كما كانت قبل عملية عاصفة الحزم. أنا بشكر وجود حضرتك معنا العميد ركن أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف. قصفت قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم سفينة تركية بعد أن دخلت المياه الإقليمية دون إذن مسبق من الحكومة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. وقال محمد حجازي المتحدث باسم الجيش الليبي إن سفينة الشحن قصفت على بعد نحو 16 كيلومتر من الساحل بعد إبلاغها بعدم خرق حظر الاقتراب من مدينة درنا الشرقية التي يتواجد بها إسلاميون متشددون. تراجعت القوات الحكومية السورية في منطقة ريف جسر الشغور بمحافظة إدلب إثر مواجهات عنيفة مع فصائل المعارضة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 60 قتيلا سقطوا من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لدمشق، في حين قتل 28 مقاتلا معارضا بينهم 18 من الحزب التركستاني في هذه المواجهات. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.